السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة صنع السعادة، قناة أقوى العروض من كل مكان. أهلا بكم يا شباب. اليوم يوم جديد وعرض جديد وعروض اليوم هنشوفها في العسيم. عروض العسيم من يوم 3 إلى يوم 9 يوليو، من يوم 3/7 ل9/7 أيام التوفير، وهنعمل جولة حلوة جدا. احنا شايفين في البروشور عروض حلوة جدا. الحليب يا جماعة نازل عرض حلو جدا، حليب المراعي وكمان أرز أبو كاس. ونخلي بالنا إن العروض القوية بتكون لعملاء اكتساب، لازم تكون مشترك في اكتساب. ولكن في البداية قبل كل شيء نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكمان الذكر اللي احنا بنقوله دايما، والنهاردة هنقول نفس الذكر اللي احنا قلناه في باندا، في عروض باندا. قلنا سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، من أفضل الأذكار اللي انت تقولها وناخد عليها ثواب كبير جدا. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة. ويلا بقى بينا نشوف أقوى عروض العسيم الأسبوعية من يوم 3 إلى يوم 9/7 في فروع العسيم وهايبر العسيم. يلا بقى بينا نشوف العروض. عروض حليب البودرة، في حليب فريشكو 2 كيلو ربع نازل من 58 ل 43. حليب المراعي 2 كيلو وربع 70 بدلا من 85. في نيدو 1 كيلو 810% زيادة 55 بدلا من 73 75 هللة. في هالي اللي هو 1 كيلو 840 بدلا من 61. هالي اللي هو 2 كيلو ونص نازل 61 بدلا من 80 اللي هو الكيس. في كمان فريشكو اللي هو 1 كيلو 800 نازل 36 بدلا من 53. في كمان هالي اللي هو 1 كيلو 800 نازل 50 بدلا من 72. هالي 2 كيلو ونص 61 بدلا من 80. عروض حليب البودرة في العسيم من اقوى عروض العسيم هذا الاسبوع. عرض على حليب المراعي، حليب المراعي الكرتون اللي هو فيه 12 لتر اللي هو قليل الدسم او كامل الدسم، نازل عرض حصري لعملاء اكتساب 45 ريال بدلا من 72 لكل عميل 2 كرتون، لكل عميل 2 كرتون عملاء اكتساب 45 بدلا من 72. حليب المراعي اللي هو الكرتون. عروض حليب الكرتون في عرض على حليب الصافي، الكرتون في 12 لتر نازل ب 53 بدلا من 71. كرتون حليب الصافي 53 ريال. عروض الحليب، في كمان حليب الصافي نازل عرض حلو جدا، بدلا من 36 25 اللي هو 185 ملي، الكرتون فيه 18 حبة 25 ريال، ده عرض حلو جدا. كمان في عرض على حليب الكرتون برضو اللي هو ندى اللي هو 115 ملي، الكرتون فيه 18 نازل ب 18 ونص، نازل ب 18 ونص بدل من 22 ونص. في كمان عرض على نادك برضو اللي هو 200 ملي، نادك 200 ملي الكرتون فيه 18 نازل من 36 ل 26 ريال. نادك 125 ملي نازل من 22 ل 17 ريال اللي هو كل الانواع 17 بدلا من 23 او 22. في كمان المراعي اللي هو 200 ملي كل الانواع منه نازل 25 بدلا من 35 25 بدلا من 35. عروض الحليب المكثف المحلي، 397 جرام المراعي نازله من 12 ل 9 ريال، ده العرض الوحيد اللي انا شايفه في الحليب المكثف المحلى المراعي، 397 نازلة 9 بدلا من 12 ريال. عروض الحليب المبخر، في عرض على حليب مبخر هالي 170 ملي ب 2.25 بدلا من 3 ريال. حليب مبخر هالي 2.25 هللة، 2 ريال 25 هللة. عروض الحليب المبخر، في حليب مبخر ابو كوس باكت في 6 170 جرام نازل من 19 ل 16 ريال. في كمان حليب مبخر المراعي 6 في 170 جرام نفس الحجم ب 12 ريال بدلا من 18 ونص. عروض الحليب المبخر في العسيم ريال. في شاي باجا النوعين اللي هو الاحمر او التقيل اللي هو ال 100 كيس نازل 10 ريال بدلا من 15 ريال، عروض ال 10 ريال.
كمان في عرض على الصمان، عرض على الصمان او شاي بريديتش الانجليزي ده برضو 100 حبة، الصمان نازل 10 ريال بدلا من 19 ريال، عرض حلو جدا. بريديتش ده نازل 10.5 بدلا من 13.75. في الربيع اللي هو 100 فتلة برضو نازل 13 بدلا من 16 الربيع. كمان في اللي هو هالي 200 كيس نازل 15، اللي هو 215 بدلا من 25، يعني توفير 10 ريال. في هالي 800 جرام نازل من 28 ل 16 ريال. في الربيع اللي هو 200 فتلة نازل من 32 ل 24، اللي هو 200 فتلة. في شاي باجا اخضر 100 فتلة 12 ريال بدلا من 16 ريال. شاي الربيع اللي هو شاي اخضر 100 فتلة نازل 16 ريال الواحد 16 ريال. شاي الكرك بالهيل اللي هو الخير نازل من 31 ل 26 وربع. هنشوف عروض القهوة. في القهوة اللي هو دايفيدوف قهوة دايفيدوف 100 جرام نازلة من 35 ل 26 وربع، من الأنواع المشهورة على فكرة جدا وبيكون عليها إقبال يعني ومعروفة يعني. ضيف دوف 100 جرام 26 وربع بدلا من 35. في هنا شاي على كيفك اللي هو الكلاسيك بالزنجبيل نازل 30 بدلا من 35. على كيفك برضو 36، يعني انواع اللي هي الشاي اللي على كيفك دي نازله عروض برضو زي ما احنا شايفين. عروض القهوه في القهوه السعوديه اللي هي قهوة زوق قهوة سعودية 250 جرام نازلة 20.25 هرلة، اللي هي 250 جرام بدلا من 25، واللي هي 500 جرام نازلة 34 بدلا من 42. في كمان قهوة باجا بالخلطة السعودية، قهوة باجا بالخلطة بالهيل اللي هي بالهيل الظرف الواحد 30 جرام ب 4 ريال، والباكت كامل بيت زعفران او بالهيل من 50 نازل 32، 10 اظرف، فيها 10 اظرف. في كمان هنا قهوة ابو عوف امريكية، كانوا كاتبين عليها فرنسية، هي قهوة ابو عوف فرنساوي علب 250 جرام نازلة من 29 ل 23 250 جرام. وفي قهوة ابو عوف تركية سادة وسط 250 جرام نازلة 23 بدلا من 29. قهوة أبو عوف أمريكية علب 250 جرام نازلة 23 بدلا من 29. قهوة أبو عوف هيل وسط 250 جرام 23 بدلا من 29. يعني قهوة أبو عوف دي كلها 250 جرام، كل الأنواع اللي هي الفرنساوي والتركية والأمريكية والهيل كلها نازلة 23 بدلا من 29 ريال. قهوة أبو عوف. مبيض القهوة ده ميت كوفي ميت 400 جرام نزل من 23 ل 19 ريال. وفي اللي هو الدايت كمان برضو مبيض قهوة دايت 450 جرام 17 بدلا من 32 ريال. عروض بسكوت الشاي، في بسكوت شاي ديما 80 جرام في 12 حبة نزل من 13 ريال ل 9 ريال، من 13 ريال ل 9 ريال. في كمان بسكوت الشاي برضو ميموروز 75 جرام نازل 10 ريال 95 هرة بدلا من 15 ريال. في هنا برضو بسكوت شاي أولكر بالقرفة 70 جرام ده نازل من 15 ل 12 ريال. بسكوت شاي أولكر العادي 70 جرام نازل من 15 ل 12 ريال. في كمان اللي هو بسكوت شاي ميموريز اللي هو 150 جرام نازل من 30 ل 21.5. بسكوت شاي أولكر 147 جرام نازل من 29 ل 26 وربع. كل عروض بسكوت الشاي. في كمان عرض على الشابورة فيكتو بور شرائح 375 جرام نازل ب 5 ريال بدل من 5.5. في كمان شابورة السنبلة بالنخالة والأصلية نازلة من 9 ريال وربع ل 7 ريال 75 هرلة 300 جرام. شابورة السنبلة اللي هي البر او الاصلية 300 جرام الكيس نازل ب 7 ريال 75 هرلة بدلا من 9 ريال وربع. عروض العصائر الطازجة، المراعي كل الانواع، في التوت وفي التفاح والمانجو
كل انواع 1 لتر و400 نازل من 9 ريال ل7.5، اللي هي مكتوب عليها 8 ريال 95 هرله، هي اللي نازله عرض. وفي نوع كمان اهو نازل من 12 ل7 ريال 95. التوت المشكل هنا عصير المراعي، توت مشكل 1 لتر و400 نازل من 12 ل7 ريال 75 هرله. كل الانواع التانية نازله 7.5 بدلا من 9 ريال. عصائر المراعي الواحدة 1 لتر و400. عروض العصائر الطازجة، عروض العصائر الطازجة في الصافي لتر ونص نازل من 12 ريال ل7 ريال 95 هللة، 7 ريال 95 هللة اللي هو الصافي. في كمان عروض على العصائر اللي هي عصير الصافي عضوي، 1 لتر نازل ب13.5 بدلا من 16.5، والمراعي كمان نازل ب13 ريال بدلا من 17 ريال. والعضوي ده بيكون لتر نازل ب13 ريال للمراعي، والصافي 13.5. عرض قوي جدا على المية ايفال الكرتون، فيه 40 حبة، الحبة الواحدة 330 ملي. نازل عرض حلو جدا، بدلا من 22.5 نازل 10 ريال، 10 ريال بدلا من 22.5. ناس كتيرة شايفينها واخدة منه، عرض قوي جدا يعني على المية. كمان من عروض المية في عرض حلو جدا برضو، 10 ريال على كرتون مية هالي 40 حبة في 330 ملي. وطبعا هنا هالي عامل مية خالية من الصوديوم، يعني نوع حلو جدا، بدلا من 18 نازله 9 ريال 95. العروض حلوه جدا على الميه في العزيز. كمان في هنا عرض على عصير اوريجينال، الخوخ والتوت والجزر والبرتقال الجوافه، لتر و400 نازل برضو من 7.5 ل 6 ريال، الحبه نازله ب 6 ريال. راني كمان نازل ب 6.5 بدلا من 7.5، وراني 1 لتر و400 برضو، جزر وبرتقال او كوكتيل. كمان من العروض في العصائر هنا سين توب، نازل الاثنين بسعر واحد فقط، الاثنين اهو عامل لك عليهم عرض خاص بسعر واحد، اللي هي الواحدة بريال 75 هللة، الاثنين بريال 75 هللة. كمان في الحجم الصغير ده 1 لتر 25 هللة نازل بريال وربع، يعني الواحدة بريال وربع، الاثنين بريال وربع. طبعا دي عروض. في كمان اللي هو السين كولا والتوت المشكل ده برضو، الاثنين بسعر واحد. كمان في عروض على شراب الشعير اللي هو الكلاس شراب الشعير الكلاس ده، 6 في 330 ملي، نازل من 27 ل 22 الباكت ب 22 ريال. عروض عصائر الكرتون، في عصير اللي هو المراعي 140 ملي الكرتون، فيه 18 نزل من 22، كل الانواع من 22 الى 17 ريال الكرتون، 17 ريال. كمان هنشوف برضو عصائر الكرتون، في اوريجينال نازل من 29 ل 23.5 اللي هو 200 ملي، 18 الكرتون فيه 18، الواحده 200 ملي نازل من 29 الى 23.5. في برضو اوريجينال اللي هو 250 ملي، هو نازل من 28 ل 22.5. عصائر الكرتون عرض قوي جدا على استفيانا اللي هو بديل السكر، العبوة اللي هي 250 جرام فيها 100 ظرف او 100 عبوة، نازل عليها العرض 19 ريال بدلا من 30 ريال، يعني توفير 11 ريال. بديل السكر اللي هو استيفيانا. عروض الفواكه المجمدة في الوصيف، في فراولة مونتانا 1 كيلو، فراولة مونتانا 1 كيلو نازلة من 12 ل 9 ريال، اللي هو الكيس 1 كيلو. في كمان هنا رمان 1 كيلو السنبلة، نازل من 19 ل 14 ريال. كمان في الكرز والتوت، الكرز والتوت هنا في توت مشكل دايري 350 جرام نازل من 20.25 ل 10.95 هللة. في توت كمان دايري بري مجمد 350 جرام نازل 12 بدلا من 24. في كرز مجمد 350 جرام 10.95 بدلا من 20.25. في كمان هنا برضو
خرز او توت هنا برضو 12 ريال بدل من 24، اللي هي منتجات داري على الفاكهة المجمدة، توت وكرز وزي ما احنا شايفين كده. عرض على الجوافة المجمدة، جوافة مونتانا باللب 1 كيلو نازلة من 13 ل 9 ريال، وكمان المانجا، مانجا مجمدة باللب 1 كيلو مونتانا نازلة من 14 ل 9 ريال 95 أو 10 ريال.